وسهلا فيكم في هذه الندوة الصباحية ضمن ملتقى أريج 2022. هذه الندوة الصباحية التي تتحدث عن عندما لا تكفي السترة الخوذة والسترة. اليوم نعيش في عالم مضطرب، عالم تشوبه كثير من الأزمات، مناطق صراع، مناطق توتر، مناطق اشتباك كثيرة. يبدو أن الصحفيين والعاملين في القطاع الصحفي، القطاع الأكاديمي، هم الذين يدفعون الفاتورة الأكبر، فاتورة الدم، الفاتورة الأعلى بين جميع القطاعات الأخرى. لو رجعنا الإحصائيات الأخيرة صادرة عن منظمات أممية، منظمات دولية، لوجدنا بأنه الأرقام في تصاعد كبير جدا. نحن نتحدث عن مئات الصحفيين الذين قتلوا منذ عام 1992 إلى الآن، العدد يفوق 1800 صحفي وصحفية في مناطق مختلفة. الآن أصبح هناك صحفيين يتم استهدافهم في مناطق مستقرة. نتحدث عن القارة الأوروبية التي قتل فيها أكثر من 10 صحفيين خلال الخمسة أعوام الماضية. لا نتحدث عن أوكرانيا، أوكرانيا استثناء الآن بسبب وجود المواجهات العسكرية فيها في مناطق مختلفة. نتحدث عن صحفيين يعيشون في مناطق مستقرة، مناطق آمنة. لذلك يعاد السؤال مرة أخرى، هل تكفي الخوذة والسترة لحماية الصحفيين؟ في شبكة أريج، أنا اسمحوا لي ستحدث أقل من دقيقتين الآن، ثم سنرحب بضيوفنا الكرام من مختلف الدول المشاركة في هذا المؤتمر. في شبكة أريج تحدثنا عن خمسة اتجاهات للسلامة وحماية الصحفيين. الاتجاه الأول هو السلامة المهنية الصحفية المتعلقة بالأمن الجسدي، كل ما يتعرض له الصحفي في مناطق النزاع والاشتباك والتوتر. النقطة الثانية هي الأمن النفسي، الصحة النفسية، ما يتعرض له الصحفي من اكتئاب وقلق ومرحلة ما بعد الصدمة. النقطة الثالثة وهي الأمن الرقمي، نعيش في عالم اليوم يقوم بشكل كامل على تقنيات التواصل المرتبطة في العالم الرقمي، منصات مختلفة يدخل الصحفي إليها سواء كانت بسبب العمل أو لمنصات التواصل الاجتماعي، هو معرض بشكل دائم لسرقة بصمته الإلكترونية وبالتالي السيطرة على كل البيانات التي يملكها. النقطة الرابعة نتحدث عن الأمن القانوني، عندما يقوم الصحفي بالعمل في منطقة سواء كانت منطقة نزاع أو توتر أو منطقة استقرار، فإنه يتعرض لمشاكل قانونية بسبب ما يقوم به ويقاد إلى المحكمة ويتم محاكمته وربما يتم توقيفه ويتم اعتقاله. النقطة الأخيرة التي أثرتها شبكة أريج هذا العام وكانت لها سبق في ذلك هي الأمن المهني، كيف يحمي الصحفي نفسه ويحافظ على عمله بشكل على عمله بشكل دائم ومستقر ومستتب من خلال بناء السيرة الذاتية. اليوم في هذا الصباح للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني يشرفني أن نستقبل إيفلين ويكسترا، هي مديرة السياسات والمناصرة في الـ FBU هارتليك ويلكم إيفلين هير إن عمان، هارتليك ويلكم. أيضا معالي حزاز، هي منسقة برنامج المانحين المتعددين لحرية التعبير وسلامة الصحفيين في اليونسكو. أيضا الأستاذ منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له ويضم أكثر من 600,000 صحفي تحت مظلته. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام، يسعدني أن أكون معكم في هذه الندوة. لو بدأت معك إيفلين، عندما نقول في العنوان العريض بأنه أو لو بدأت معك معالي كما رتبنا أساسا، هذه الأرقام الصادمة، هذه الأرقام التي نقرأها ونمر عليها مرور الكرام، إلى متى يبقى هذا الواقع كما هو؟ وهل حقيقة لا تكفي الخوذة والسترة لحماية الصحفيين؟ شكرا لك. أكيد الأرقام بالوطن العربي، أنا في حضرت برزنتيشن كمان وبحب أفرجيكم شوي أكثر أرقام على أرض الواقع، تفرجيكم بالضبط كمان المقارنة بين مختلف المناطق من المنطقة العربية ومناطق أخرى. ما بعرف إذا بيقدروا يحطوا البرزنتيشن حتى أفرجيكم إياها، وإذا أي حد بيهتم كمان بيقدر بياخذ برزنتيشن فيها كل المعلومات، حتى حطيت شوي معلومات إضافية للي بيحب يطلع عليها، ما تكون مجرد عناوين.
أكيد كلكم تعرفوا المانديت تبع اليونسكو، أنا بس للإحتياط حطيته بس للي بيحبوا بيعرفوا إحنا بنشتغل موضوع حماية الصحفيين، لكن أيضاً تحت نطاق أكبر اللي هو freedom of expression و access to information، لأنها جميعها حقوق. طبعاً الصحفي عادة يتعرض للخطر بسبب سعيه للحصول على المعلومة وتوفير المعلومة للجمهور، ولأنه كمان بيكون حرية التعبير هي العامل الأساسي. بالنسبة للأرقام أنا عم حاول أشوف من هون شوي يمكن صعب. هدول إن can I switch to English because it's a bit easier because I could just follow with the presentation. أسفل المتحدثين باللغة العربية. هلا UNESCO actually works on different areas in a sense to protect journalists or to. اليونسكو على عدة محاور لحماية الصحفيين وتأمين لهم أماكن حماية. أحد هذه المجالات هي مراقبة حوادث القتل ومعرفة أيضا معدلات القتل والسلامة عندما تنظر إلى الأرقام هنا، هذه أرقام الصحفيين الذين قتلوا حسب المنطقة، وهي تغطي فترة معينة وهي 2021-2022، وترون المعدلات والنسب. لو نظرتم أكثر قربا ستجدون أن هذه دراسة إحصائية شاملة تغطي فترة أطول وأكبر وأوسع، وتلاحظون هناك حالة القتل التي مورست ضد الصحفيين حسب المنطقة. أمان الصحفيين هو تحدي طويل الأمد في هذه المنطقة، بما أننا جميعنا هنا، وهي أيضا تؤدي إلى قتل الصحفيين في كل مكان. في تقرير قدمناه في اليونسكو أنصحكم أن تقرأوه على الإنترنت، لهذه المنطقة كان أعلى نسب قتل في هذه المنطقة للصحفيين مقارنة، حيث وصلت 7 حالات في أماكن أخرى منذ بدأت عملية المراقبة من 2006. المنطقة أيضا فيها أعلى نسبة من التمتع بالحصانة. مهم جدا التركيز على أن معظم هذه الحالات القتل التي حدثت في أماكن فيها نزاع أو حرب، والتي تبين الصعب لي أيضا مما يصعب العمل وزيادة هذه عمليات القتل والمقاضاة والملاحقة القانونية. أيضا في جنوب أفريقيا كان 82، في أماكن أخرى اختلفت النسب. أحد الطرق التي تعمل من خلالها يونسكو لحماية الصحفيين هي حماية آليات، تقدم آليات الحماية والأمن للصحفيين بما فيها المنطقة العربية، وكذلك آليات الحماية هي أيضا محلية ولكن فيها أيضا أمثلة من هذه المنطقة. عملية المراقبة في تونس التي قمنا بإنشائها مع منظمات أخرى، والتي هي منظمة أخرى محلية، وكذلك المنصة في العراق، وكذلك منصة الحماية في الدول الأفريقية. وأقول ذلك لأننا جزء من هذه القارة، هناك مناطق نقدم فيها الحماية للصحفيين في تلك القارة، وتشمل أيضا كثير من المناطق الأفريقية الدول الأفريقية. إذا كنتم معنيون يمكنني أن أعطيكم إيميلي أو أرسل لكم أيضا الرابط لهذا الموقع، لأنه يتم تحديثه فيه المعلومات دائما، يتم تحديث المعلومات بشكل مستمر. مجال آخر عملت عليه اليونسكو وهي حماية الصحفيين اللي في من خلال الدعم القانوني، من خلال تمويل أو صندوق العالمي لحماية الإعلام والذي تم إطلاقه، وهناك آخر سيكون في الربع الآخر من العالم القادم. هذه الصندوق تم تأسيسه في 2019 لملء الفجوة لدعم التحقيقات الاستقصائية للصحفيين، وهنا يأتي دور أريجة التي تلعب دورا مهما جدا في التحقيق في هذه الجرائم ضد الصحفيين. يونسكو تبحث عن الشركاء ومنها منظمات غير الحكومية أو غير الربحية على كافة على المستوى الإقليمي، ومن خلال دعم الصحافة الاستقصائية وتقديم الحماية لهم على خط الدفاع وخط العمل. مجال آخر من التدريب وهو في التعاون مع منظمات أخرى، لن أخوض في التفاصيل، سوف ترون أمثلة وأرقام كنا نقوم بها، ما كنا نحاول القيام بها أن نعمل مع العديد من الشركاء للعب أدوار متعددة. نحن نقوم بالتدريب
تدريب الصحفيين. لدينا مشروع مع أريج لدعم الصحفيين، فيه مجموعة من التدريبات لتعزيز القدرات والقدرات الأساسية والمهارات الأساسية، لكن هناك أيضا دور آخر في تعزيز هذه البيئة، مثلا القضاء. تلاحظون هنا عدد القضاء العاملين الذين تم تدريبهم في السنوات الأخيرة بما في ذلك المنطقة العربية. كان لدينا تدريب في حزيران، كان أيضا مؤتمر فيه حوالي 40 قاضي من 10 دول عربية، وسوف تتفاجؤون بكم أنهم كانوا متشوقين للتعلم لهذا التدريب. نريد أن نعزز معلوماتهم ومعرفتهم، وهم كانوا جاهزون وأيضا مستعدون، وسوف نقوم بترجمة ذلك إلى حراك دولي. نحن نعمل مع كثير من الشرطة أيضا في عدة أقاليم، حيث يتم الهجوم أو التهجم على الصحفيين من قبل الشرطة، سواء كان في مظاهرات أو أي تغطية صحفية. الشرطة تقوم بإيقافهم ولا يفهمون دورهم الحقيقي. لذا نقدم الكثير من التدريب في عدة بلدان لضباط الشرطة لكي نجعلهم، إضافة إلى دعوة الصحفيين، ليكون هناك تفاهم متبادل بين الطرفين ولفهم أفضل لأدوار. ولنرى نتيجة لذلك قد قل عدد الهجوم في تلك البلدان التي قدمنا فيها التدريب. أريد أن أذكر لكم أننا لدينا أيضا استشارات، ربما معظمكم سمعتم عنها أو شاركتم بها. نحن بعد 10 سنوات من حول موضوع أمن الصحفيين، يونسكو اعتبرت أن من الأفضل أن نجلس معا في المناطق المختلفة للتشاور حول العالم، وبما في ذلك كل المناطق. بعد 10 سنوات ما الذي أنجزناه وما هي الثغرات، وإذا كان هناك توجهات أخرى؟ تم ذلك، وكانت نتيجة المشاورات أننا اجتمعنا في النمسا في يوم الحصانة الدولي، وكانت هناك توصلنا إلى وثيقة، دعوني أعرف إذا كنتم تريدون الحصول عليها، فيها كل التوصيات بما في ذلك النتائج الإقليمية. سنقوم بترجمة كل هذه التوصيات الإقليمية إلى خطط عمل لتحديد ما الذي تم إنجازه للإفاء بهذه التوصيات، وكذلك الثغرات ومن يلعب دور ماذا. لدينا فقط دقيقتين أو دقيقة. ربما أذكر أيضا كل هذا يتعلق بالتوصيات، أعتقد هذه آخر توصية. انظروا إلى بعض التوصيات الموجودة التي كانت للمنطقة العربية والتي قمنا بمشاركتها، تشمل تدريب الصحفيين لتتكيف حسب سياق المنطقة التي يوجد بها الصحفي، كذلك تأسيس آلية أمان وأمن للصحفيين، ونقوم بذلك خاصة للنساء في أماكن معينة، لكن علي أن أتأكد أن هناك آلية أمان في كل مكان فيما يتعلق بالمراقبة والحماية، كذلك القانون، كذلك هيئات تحقيق دولية في حماية. نعمل أيضا على المستوى السياسي، نعرف أن يونسكو تعمل مع الدول الأعضاء أو الأطراف لتغيير القوانين إذا كانت هناك قوانين، للتأكد من أنها تكون تفي بالمعايير الدولية ولتكون في بيئة أكثر أمانا للصحفيين. شكرا معالي. يعني لخفض هذه الأرقام ولضبط استهداف الصحفيين، أيضا أتى مشروع أمان 360 الذي تم بالتنسيق بين ديليجيشن اوف دنمارك مع اليونسكو بالشراكه مع الاتحاد الدولي للصحفيين وايضا شبكه اريج، من خلاله قمنا باصدار مجموعه من الفيديوهات الاساسيه القصيره للتحدث عبر تقنيه الانيميشن للصحفيين للحديث عن السلامه المهنيه الصحفيه بكل اشكالها. ايضا خلال وتحت مظله هذا المشروع قمنا بتنفيذ اكثر من 74 عياده للامان الجسدي مع الصحفيين المنتشرين في المنطقة العربية ككل، والذين يقومون بتحقيقات استقصائية. أيضا قبل يومين إيفلين، قبل يومين من بدء المؤتمر، تم تقديم شيء جديد في عالم الأمن والسلامة، هو في المنطقة العربية أتحدث، هاكاثون لتطوير فكرة نموذج تقييم المخاطر ريسك أسسمنت. الآن يعني معظم المؤسسات الموجودة تتعامل مع مسألة الريسك أسسمنت، نموذج تقييم المخاطر وآليات قياس المخاطر بالنسبة للصحفيين باسترخاء كبير جدا، سواء كانت في منطقة نزاع أو منطقة استقرار، تحدث عن منطقتنا العربية طبعا. لماذا أنتم اتجهتم إلى هذا الموضوع، وما هي الفكرة الأساسية التي تعملون عليها لدعم الأمن والسلامة المهنية الصحفية في المنطقة؟
Thank you. شكرا جزيلا. إذا أنا جزء من مؤسسة دولية تعمل موضوع الصحفية، ونحن في العام الماضي نعمل على موضوع الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين. هناك عدد كبير من المؤسسات التي فيها 90% تقريبا من الهجمات ضد الاعتداء على الصحفيين تذهب بدون تحقيق عدالة، ونحن وبالتالي العمل على هذا الموضوع قد يكون مؤثرا جدا، لأن هناك طرق مختلفة بإمكاننا أن نقوم بهذا الأمر. وأنا أقود مشروع حول الأمان باتجاه الحقيقة، وهو بين لجنة حماية الصحفيين وتحدي للصحفيين. إنما نشاهده هنا هو بالقيام بتحقيقات في قضايا معينة حول الجرائم ضد الصحفيين، بإمكاننا أن نجد أدلة جديدة حتى بعد 10 سنوات من وقوع ذلك. وبالتالي أنجزنا 5 تحقيقات في كل أنحاء العالم في هذه المنطقة. قمنا بتحقيقات وفي كردستان في هذه المنطقة، وقمنا أنجزنا محكمة شعبية لتحقيق المساواة في موضوع الاعتداء على الصحفيين. حاليا هي ليست ضد الدول، وبالتالي التحقيقات الصحفية نحن هنا نتحدث مع الناس ومع الشهود ونجمع الأدلة التي لم يتم جمعها بشكل سليم قبل 10 سنوات. مثلا عندما درسنا قضية في المحكمة الشعبية، وهي مؤسسة موقعية، هي ليس الشيء الذي نريد أن نقوم به بالنهاية. نحن نريد أن نقوم بهذا مع الدول لنأخذ القضية على مستوى الدول، وهذا لا يعني. إذن ما قمنا به هو أن قمنا بتنظيم المحكمة، وتعاون مع كما هذه في روما، وخلال 3 قضايا تشمل واحدة من سوريا حول قضية الصحفي النبيل. هو صحفي ومواطن سوري قتل في السجن، وكان هنالك لم تكن هناك فرصة لتحقيق العدالة. وبالتالي أردنا أن نفتح هذا الموضوع في سوريا، ولكن بتجميع هذه الأدلة، وكان لدينا جلستي استماع في لاهاي، كان لدينا أشخاص يتحدثون حول هذه القضية، وعطيناهم منصة للحديث. نحن أعتقد أنه من المهم جدا أن نبين أن هناك بدائل لإنجاز الالتزامات، وهناك أشخاص يمكن أن يرووا قصصهم. عندما أيضا مؤخرا شاهدنا إنجازا لبحث حول الإفلات من العقاب، وما وجدناه أمر مهم وحاسم. إن الانتباه العام بين الجمهور هو مهم جدا لحل القضايا. نحن نعتقد أن الهجمات على الصحفيين التي تحدث كثيرا من تركيز الجمهور عليها، وبالتالي كما استمعنا في جلسة الصباح استمعنا أشياء كثيرة حول شيرين أبو عاقلة، وكثيرا ما نشاهد أن هذا يتم متابعته من البداية ولا يتم متابعته لاحقا. وبالتالي نحن نريد إنجاز هذه القضايا للصحفيين لتحقيق هذه إنجاز هذه التحقيقات، نرى إلى أين أدت، ومتابعة الأمر ومصالة المتابعة والحفاظ على تركيز الجمهور، لأن جدا نحن نريد الحفاظ على الضغط في هذه القضايا والاعتناء والانتباه لها. في هذه المنطقة قد يكون من الصعب جدا في المزيد من الهجمات والاعتداءات. تحدثتم عن حول هذه القضايا الصحفيين الذين قتلوا في أوروبا، وهي كان لها أثر، لها كبير جدا، أثر صدمة كبير جدا، لأن هذا لا يحدث كثيرا، لأن الصحافة يجب أن تتمكن من تغطية طوال الوقت، وبالتالي هناك ضغط على نظام العدالة لينجز في هذه القضايا. وبالتالي نريد أن نكون واعين حول مدى لأي درجة هذا الأمر حاسم،
نحن نرى في 50% من القضايا ما تم حلها وتم تحقيق العدالة الكاملة، وبالتالي كان هناك حملة إعلامية كبيرة جدا حول هذه القضايا، فيها الناس طالبوا بتحقيق المساءلة مرة تلو المرة دون أن يتوقفوا. ونحن يجب أن نكون أن نأمل أن أو متفائلين في موضوع نبيل الصحفي نبيل من سوريا الذي بدأناه في محكمة الشعب. لا توجد فرصة حقيقية لتحقيق العدالة في سوريا الآن، ولكن إذا لم نجمع الأدلة لن نستطيع نحصل على المساءلة لاحقا وتحقيق العدالة في نهاية المطاف. هي ليست أكثر القصة تفاؤلا يمكن أن ننشرها، ولكن نحن نؤمن أن هناك الكثير من القضايا الخطوات التي بإمكاننا أخذها لحل موضوع الإفلات من العقاب المتكرر. وأعتقد أن بإمكاننا لو عملنا معا كصحفيين من جميع أنحاء العالم يغطون الكثير من القضايا ونحافظ نبقي التركيز عليها، بإمكاننا نبقى متفائلين حيال التأثير الذي في تحقيقه كما حصل في قضايا سابقة. يعني تحدثت عن المرحومة شيرين أبو عقلي، أيضا نحن نتذكر بيتر آر ديفريس الذي تم اغتياله في هولندا، الصحفي الاستقصائي المتخصص بالجرائم، أيضا تم اغتياله بعد أن قام ببعض التحقيقات الاستقصائية وتم إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم. لو انتقلت إليك منير، هل نحن أمام واقعين مختلفين في المنطقة العربية وخارجها بما يتعلق بالأمن وسلامة الصحفيين، كونكم أنتم تشتغلون ب يعني أكثر من 120 مكتب حول العالم؟ هل نحن أمام واقعين مختلفين أم هما هو الواقع والمخاطر ذاتها؟ صباح الخير جميعا، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. سعيد أنه ألتقي بزميلات وزملاء وأحبة من زمان ما التقينا معهم، فشكرا أريج لهذه المناسبة. الاتحاد الدولي للصحفيين هو المنظمة النقابية الدولية اللي بتمثل غالبية نقابات واتحادات وجمعيات الصحفيين حول العالم. عندنا تقريبا 180 عضو، منظمة نقابية من 145 دولة حول العالم. سلامة الصحفيين مقاربتنا كمنظمة نقابية هي مسألة الصحة والسلامة، هي في الدرجة الأولى مسؤولية المشغل. هذه المقاربة النقابية الدولية. هناك شيء يسمى واجب الرعاية، يجب على إدارات المؤسسات الصحفية وكل القطاعات الأخرى أن تعتني بالعاملين لديها. للأسف في المنطقة عندما بدأنا نعمل على موضوع السلامة المهنية منذ ما يزيد على 20 سنة، كان وعي المسؤولية المشغل تجاه سلامة العاملين عندهم تقريبا صفر في المنطقة، مقارنة في وعي متقدم جدا في مناطق أخرى في العالم. وهذا له دور أساسي في قوة وجهد العمل النقابي. على المستوى الدولي، الاتحاد الدولي للصحفيين كان والحركة النقابية الدولية كانوا مفاوضين لمدة سنوات طويلة في إطار الدولي اللي هي منظمة العمل الدولية. في سنة 2020 تم تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 اللي هي خاصة في مكافحة العنف في عالم العمل. هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية. للأسف لغاية الآن ولا دولة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي صادقوا على هذه الاتفاقية. فنحن يعني نتأمل أن يتم تسليط الضوء على هذا الإخفاق للدول العربية للمصادقة على اتفاقية هي ليست سياسية، هي اتفاقية تركز على مسؤولية أصحاب العمل في تقديم الحماية للعاملين لديهم. بالمناسبة عبد الله صديقي، أي وقت تحب تقدر توقفني. واقع السلامة الجسدية للصحفيين في المنطقة، يعني كما تعرفون خلال 3 عقود كانت المنطقة تتصدر المناطق الأخرى حول العالم من حجم الاعتداءات الجسدية على الصحفيات والصحفيين والقتل. منذ 90s القرن الماضي ذكر عبد الله لغاية الآن 120 صحفية وصحفي قتلوا في الجزائر، 60 في فلسطين، 44 في اليمن، 480 في العراق، و465 في سوريا. فالحالة مهولة يعني ومرعبة للغاية. خلال السنوات الأربع الماضية حصل انخفاض ملموس جدا
في عدد الصحفيين والصحفيات اللي قتلوا في المنطقة، رغم أنه كل حالة بحد ذاتها هي تعتبر خسارة فادحة وكارثة. هذه السنة الاتحاد الدولي للصحفيين سجل 4 حالات لصحفيات وصحفيين قتلوا في المنطقة، صحفية في فلسطين، صحفي في اليمن، وصحفيان في سوريا. لازلنا نراجع 2 إضافيات، واحدة في اليمن واحدة في سوريا، من أجل التأكد من ظروف المقتل وإنها لأسباب متعلقة بعملهم المهني. منير بس يعني استدراك شيء بسيط جدا. كنا نتحدث منذ قليل قبل بدء الندوة، دائما نقول دائما بالتراث إذا شتت عند السوفييت بنشيل نحن الشمسية. لأنت بده يضل رد الفعل هو نتيجة رد فعل عندما يعلو الصوت في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا يعلو الصوت تجاه حماية الصحفيين. نبدأ بالحديث هنا، تحدثت بشكل إشارة سريعة جدا أنه على المؤسسات أن تقوم هي بتعميق هذه الثقافة وتخصيص جزء من ميزانياتها. باستفاضة بأقل من 3 دقائق لو تكرمت ثم سأعود لي. أوكي، أبدأ في النقطة الثانية. المؤسسات الصحفية كما ذكرنا مسؤوليتها أنها تعتني بسلامة العاملين عندها. المؤسسات الصحفية في المنطقة هي بشكل يعني جلف مقسمة 3 أقسام، في مؤسسات مملوكة للدولة، مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات مدعومة بشكل أساسي من مانحين وداعمين لقطاع الصحافي. مؤسسات الدولة تستثمر ميزانيتها 0 في سلامة الصحفيين العاملين عندها. القطاع الخاص تقول أنها تعاني، هي لا تجد لديها ميزانيات تشغيلية، فكيف يمكنها أن تخصص موازنات لسلامة الصحفيين؟ يتبقى المؤسسات المدعومة من خلال برامج مانحة. الاتحاد الدولي وجه رسائل لغالبية المانحين. نحن نرى أنه يجب أن يكون هناك ميزانية مخصصة في كل دعم لقطاع الصحافي لفقط لسلامة الصحفيين، للعناية بهم، السلام الجسدي، السلام النفسي، وحتى السلام الصحي بسبب ظروف العمل التشغيل. هذه أعتقد أنه واجب على المؤسسات اللي بتدعم قطاع الصحافي أنه دائما توضع مخصص لهذا النوع من الصرف، ويجب ألا يتم استخدامه إلا فقط لهذا الهدف. فهذا من أجل تعزيز وتنمية الاهتمام في موضوع السلام المهني وجعله جزء أساسي من عملية الإنتاج الصحفي. صديقي اللي ذكرته هي مسألة مهمة جدا، موضوع الشعور. هناك قلق من حجم التخويف والتهويل من الضغط الواقع على قطاع الصحافي، وإنه هو في تراجع، مش فقط قطاع الصحافي، المجتمع المدني بإطاره العام إنه هو في حالة تراجع. هذا شيء صحيح وحقيقي في أوروبا، في الولايات المتحدة، الصعود الشعبوي واليمين المتطرف وما إلى ذلك، وانهيار النموذج اللي بتقوم عليه الصحافة. في منطقتنا أعتقد إنه خلال 10 سنوات هو لا يوجد اضمحلال أو تقلص في الفضاء المدني في المنطقة، بالعكس هناك انفجار، هناك مد واسع ويجب أن نستغله. هناك مخاطر حقيقية، هناك مقالق، هناك ضغط من كل الجهات، لكن نحن في المنطقة الآن موجودين في حالة مد غير مسبوقة، وأنه عدم تشخيص واقعنا بهذا الاتجاه يؤدي إلى أنه إحنا نخسر من لحظة الزغم، من استغلالها، ومن إدماج عناصر إضافية لزيادة قوتنا في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا منير. معالي، لو عدت لك، اليونسكو في 3 مايو تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، في نوفمبر تحتفل أو تحتفي بمنع الإفلات من العقاب والجرائم بازدياد بالنسبة للصحفيين، والقاتلون معروفون في كثير من الأحيان وطريقوه. هل هي مناسبات احتفائية الآن؟ لماذا لا نجد أن فعلا هناك من تمت محاكمته بسبب قتل صحفي أو اعتداء على صحفي؟ يعني لا ترين بأنه التقصير في المحاكمة هو الذي يدفع بمنسوب الجرائم ويعطي القاتل المعتدي فرصة للقيام بما يريد، وأنا لا يمكن لأحد أن يحاسبني؟ هلأ يونسكو ما بتقدر تلعب دور القضاء أكيد، نعم. بس إحنا حسب ما ذكرت سابقاً، هلأ في عنا إحنا أكثر من جانب نشتغل معه. حكينا عم نشتغل مع جانب القضاء، حكينا عم نشتغل مع جانب المعتدين اللي أحياناً بيكونوا من قوات أمن، لكن أيضاً من جهة دول الأعضاء.
واللي أظن هذا هو سؤالك. هلأ إحنا في عنا أكثر من جانب، في عنا إشي بنسميه silent diplomacy اللي هي ما بنقدر إحنا طبعاً نعمل، سوري أعذروني إنه في عندي كلمات يمكن ما كتير بفكر فيها، ما بنعمل naming and shaming، يعني ما بنقدر إحنا كمان يعني لما يصير في عنا نقاشات مع دول أعضاء بتكون معظم الوقت behind closed doors، بخلف أبواب مغلقة. بس إحنا كمان في عنا من خلال هالأيام اللي أنت ذكرتها، هي كتير لها تلعب دور مهم، هي مش احتفالات بمعنى احتفالات، وإحنا أكيد ما حتى لما بنعمل الجلوبال إيفنت العام، المؤتمر العام أو الاحتفال العام، وفي عنا بكل مكتب مثلا بيعمل احتفال، هاي بتكون من أجل زي ما قلنا إذا كان في عنا أرقام، إذا في عنا اعتداءات أنه تنعمل للعلن تكون يسلط عليها الضوء. بس كمان إذا أنت انتبهت في كل احتفال أو كل مناسبة بيكون في عنا إحنا some sort of declaration منسميه، يمكن أسهل للمترجمين أحكي بالإنجليزية مرة تترجمه. We always have some sort of declarations or some sort of statements where we have all the member states that are attending and they're there. لدينا دائما تصريحات حتى تكون دول الأطراف مشاركة. أعرف أن هذا ربما حبر على ورق، ولكن عندما يوقعوا ويلتزموا لدينا عنصرين، أولا يمكننا المتابعة على ذلك، وقد أبدوا التزامهم وعليهم الاستجابة حيث سيكون هناك تقارير مختلفة في السنة التالية. ولكن من خلال برنامج التمويل المتعدد الذي بدأ في 2017 لدينا عدد من المانحين الذين يدعمون هذا البرنامج، فيها السويد وهولندا والنرويج وأيسلند، كثير من البلدان الذين يريدون دعم وتعزيز أمان الصحفيين. ما نقوم به عندما نحدد هذه البلدان التي التزمت ووقعت على هذه التصريحات والإعلانات، نقوم بتخصيص الدعم الفني ونؤكد على أنهم يلتزمون بذلك، فنعمل مع هذه البلدان مراجعة القوانين والمتابعة في موضوع الإفلات من العقاب، وكذلك محاولة إنشاء آليات قومية أو محلية لتكون جزء مخصصة لتصبح لتشمل الحكومة التي يجب عليها أيضا أن تنخرط في تأمين العمل في عملية الرقابة، وتكون أيضا الحكومة مسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين. يونسكو ربما هي لديكم الأطراف، دول الأطراف، ولكن ما القيمة المضافة من ذلك؟ في الواقع أن يمكننا أن عند العمل مع دول الأطراف في كل مرة يلتقون في المقر لديهم أسئلة وعليهم أنهم ملتزمين عليهم الإجابة على الأسئلة والاستجابة، وكذلك عليهم اتفاقيات الالتزام بها، وهناك ما زال هناك كثير من انتهاكات حول العالم، ولكنها خطوة للأمام، ونحن نلعب هذا الدور كيونسكو، لكن مع الدول الأطراف ومع الحكومة. هذه الأحداث هي ليست احتفالات، ولكن هي تأبين وربما لإضافة أو زيادة الضغط. هناك البانحين مثل هولندا مثلا في أيام الحرية خصصت 7 مليون يورو، 3.5 لنا والأخرى للاتحاد، وذلك لتعزيز البيئة أكثر أمنا. لذا أيضا فيما يتعلق بالمانحين الآخرين الملتزمين الذين يزيدون أيضا من التزاماتهم وضغطهم وتمويلهم، هذا أمر آخر أيضا ما نقوم أيضا ممارسته في هذه المنطقة. أعرف أن هناك زملاء يقومون بالتمويل المتعدد في هذه البرامج، التأكد من أن إذا كانوا يعملون مع الحكومة لاستخدام هذه الاحتفالات أو هذه المناسبات لمواجهة الحكومات ولجعل هذه الحكومات تستخدم هذه المناسبات لتبين نواياها، وهي أيضا خطوة إلى الأمام. وصدقوني في السنتين الماضيتين كان لدينا نوافذ للفرص، حيث كثير من الدول اقتربت من اليونسكو وقالت نريد التغيير، نريد أن نغير قوانيننا ونعدلها. نريد هناك عدد من الأمثلة، لدينا السودان حيث ساعدناهم سابقا، نقوم بمراجعة كافة القوانين حسب المعايير الدولية، كذلك نقوم ذلك في لبنان، هناك مشروع قانون إعلامي. هذه خطوة إلى الأمام، ربما تكون بطيئة ولكننا نتقدم، وأتمنى أن تكون هناك المزيد من النتائج. عندما تأتي وتستمر بعد سنوات تستطيع أن تفكك صخرة كبيرة. So, نعم هي خطوات صغيرة، ولكن مع الزمن سيكون لها فعل كبير إن شاء الله. اسمح لي بس أطلب فضل. إذا أي حد موجود هون بأي بلد، إحنا عندنا مكاتبنا في كل الدول العربية، المالتي دونر بروجرام المتعدد المانحين، البرنامج ما بيعطي دايركت زي الجلوبال ديفنس فند للمنظمات، بس من خلال مكاتبنا.
توجهوا لمكاتبنا. زملائنا جدا متفاهمين وجدا بدهم يعني يعملوا تغيير. في عنا مثلا باليمن مكتب الدوحة بغطي اليمن، سوريا ولبنان بغطيهم مكتب بيروت، بالأردن عنا مكتب، بالمغرب العربي عنا مكتب الرباط، حتى في تونس عنا مكاتب في جميع أنحاء المنطقة العربية. توجهوا لهم. أنا دائما بسألهم، هلأ إحنا عم نخطط للسنة الجاي للفندنج اللي رح يصير نطبق مشاريع، إن كنتوا شركاء أو مستفيدين توجهوا لهم، أعرفوا شو في ببالهم حتى أعطوهم أفكار لاحتياجات وممكن نشتغل عليها مع بعض. وبيشرفني أنا كمان اللي بحب يتواصل معي وبقدر أنا أربطه وأكون أنا موجودة كحلقة وصل مع زملائنا. يعني هي مربعات تشتبك مع بعضها، نحن موجودين الآن في منتدى شبكة أريج، مربعات تستطيع أن تشتبك مع بعضها لدعم الصحفيين بشكل دائم. بعجالة أكهب أكهب ألين ألين توي منتن إيفيلين، تحدثنا عن الأزمات، منير تحدث عن أرقام صادمة، معالي قالت بأن هناك نعم بإمكانكم التواصل لتطوير السلامة المهنية الصحفية. ما هي الاقتراحات من FPU أيضا لتعزيز هذه الثقافة في المنطقة العربية بأقل من دقيقتين لو سمحتي؟ Yeah, of course. Well, if I just may add to what Mali just said and what has been said. كما ذكرت معالي وكما قيل مسبقا، نريد أن نركز على ما الذي يمكن القيام به. إذا ركزنا كثيرا على هذه الأشياء المشاكل لن يكون هناك إفلات من العقاب. على سبيل المثال، هي ليست قضية منعزلة، هي قضية حول الصحفيين الذين يتم مهاجمتهم. هناك مشاكل في الحوكمة الرشيدة أو الحكم الرشيد، هناك أشياء كثيرة يمكننا أن نحلها بشكل سريع وسهل، ولكن أعتقد هذا مهم أن التركيز على أن هناك أيضا أشياء مهمة يمكن أن نقوم بها، والتي هي أن نرفع وعي العموم والجمهور والاهتمام والعناية بالصحفيين الذين يقدمون لهم أخبار وقصص مهمة بالنسبة لهم، وكذلك ممارسة الضغط لإحداث التغيير في النهاية، وهذا شيء على المدى البعيد ما نقوم به أيضا أهم وأكثر بكثير من فقط العمل على موضوع الإفلات من العقاب أو الحصانة. هناك أيضا صندوق الطوارئ للصحفيين، حيث نساعد الصحفيين على إذا كانوا في مشاكل وإذا تم تعرض هم للهجوم أو الإساءة والاعتداء. هناك مواد نقوم بمعرفة مواقعهم، وهذا شيء نعمل عليه الآن. لدينا أيضا صندوق الدفاع القانوني، هناك أسئلة كثيرة في من ضمن هذه التحقيقات من خلال المحاكمات أيضا الشعبية. نتفق أيضا، اتفقنا مع معالي أنه يمكننا أن نكون متشائمين حول حل الوضع في العالم، ولكن هذا طبعا لأسباب جيدة، ولكن هناك كثير من الأشياء يمكن أن نقوم بها لتحسين الوضع على المدى البعيد إذا عملنا معا وإذا انضم إلينا الصحفيون في جهود. هناك كثير مما يمكن تحسينه وتطويره. شكرا. Thank you. إيفيلين، لدينا ثلاثة أسئلة فقط لو سمحتوا بأقل من 10 دقائق. تفضل عندما حضرتك. حقيقة انتهى الوقت يخبرني سعيد، ولكن سنأخذ 3 أسئلة، أعذروني. تفضل. جورج كرزم من فلسطين، رئيس تحرير مجلة أفاق البيئة والتنمية. يعني عندي نقطتين. النقطة الأولى، مثل ما بنعرف إحنا عيون السلطات يعني العربية وطبعا على المستوى الفلسطيني أيضا تراقب الصحافي بشكل مباشر أو غير مباشر، ومعظم الصحافي العربية بما في ذلك الفلسطينية على هذا الأساس حريصة على عدم تجاوز ما يسمى بالخطوط الحمراء السلطوية أو الحكومية، يعني خوفا من إجراءات يعني ممكن تتخذ ضدهم من جهات حكومية أو أمنية. والكثير من القرارات الأمنية الحكومية التعسفية وما يسمى بالقرارات أو يعني القرارات بقوانين العشوائية، مثل ما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض اللي بيهدف إلى تكميم الأفواه في الحقيقة. فهذا يعني جعل كثير من العاملين في الصحافي في المستوى العربي بشكل عام، ولكن أنا يعني بحدد وبخصص في المستوى الفلسطيني أيضا، يعني كثير من الناشطين أيضا والمدونين في السوشيال ميديا يعني بيعملوا في
ظل ثقافة الخوف والرقاب الذاتية، وهذا يعني موجود بشكل واضح وصارخ. حسب رأي زميلتنا معالي وسائر المتحدثين، كيف ممكن التعامل مع هذا الواقع؟ النقطة الثانية على السريع، من منظور حقوقي، الأموال الحكومية اللي تنفق على الأمن بتم جبايتها عملياً من جيوب المواطنين، وبالتالي يفترض قانونياً إنه هذه الأموال، يعني الموظفين الحكوميين وعناصر الأمن هم عملياً موظفين عنا عند يعني دافعي الضرائب، ولكن منلاحظ إنه الإنفاق فعلياً جزء كبير من هذه الأموال تنفق على يعني النشاطات أمنية ومخابراتية لا صلة لها بالأمن الشخصي للمواطن، وبما في ذلك الصحافي يعني والإعلامي. ما رأيكم بهذه المقاربة؟ شكراً. شكرا جزيلا جورج. نأخذ سؤال ثاني لو تكرمته، نسمع منك بكر تفضل لو سمحت، بعده بنأخذ سيدي أيضا لو تكرمتي حضرتك، وعذرونا أنا عارف أنه الجميع رح يريد مداخلات، ولكن عذرونا تفضل. شكرا عبد الله. عندي سؤالين، الأول سؤال واحد بكر بس ما في غيره، رح أعمل مسألة سؤال واحد. لا إذا رح خلي أولوية لإفلين. منذ العام 2000 إسرائيل قتلت 55 فلسطيني، وتأخر الحساب 22 عام لوجهت هذه القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية عندما تم قتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة. هل تسقط جرائم بحق الصحفيين بالتقادم؟ وماذا عن الشهداء الذين سقطوا منذ 20 عام فيما يتعلق بجمع الأدلة وهذه الأمور، خصوصا أن محكمة الجنايات الدولية بحاجة إلى عملية أو إلى أدلة خاصة من الناحية الفنية حتى تقبل أي طلب يتعلق بمثل هذه الجرائم؟ شكرا. يا سؤال ثالث نأخذ سيدي لو تكرمته، أحد الزميلات تفضلي. صباح الخير، شكرا على هذه الجلسة. أنا ربيب علوي، صحفية ومدقة معلومات من تونس. في باختصار يعني عندي مقترح وسؤال باختصار، هي تعددت القوانين والاتفاقيات والمعاهدات لكن لم تتغير الممارسات، ولا أعلم متى يستفيق كم من صحفي يجب أن يموت كي يستفيق العالم. فأنا شخصيا مقترحي أن يتم إدراج تعليم على الإعلام بالنسبة للصغار حتى تتغير هذه العقليات وتتغير الممارسات. هو سؤالي يتعلق بالنسبة للصحفيين المستقلين، كيف يقع ويتم حماية الصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل؟ وشكرا. شكرا جزيلا لك. في الحقيقة إدراج التعليم الخاص بالأمن والسلام المهنية هو مشروع بدأه الاتحاد الدولي للصحفيين منذ أكثر من 10 سنوات، واعتمدته الجامعات الفلسطينية كما أعلم منير. هل هناك جامعات أخرى منير اعتمدت المساق الخاص بتعليم الأمن والسلام المهنية الصحفية في الأكاديميات العربية؟ هو بصراحة مشروع مشترك مع اليونسكو. في جامعات في العراق، في لبنان، في فلسطين، في عدد من البلدان، والآن أنا يعني في خلال هذول الشهرين كمان في عنا لقاءات أخرى مع عدد من الدول، مع الإعلام، تحاور مع في تونس من أجل إدماج تعليم السلام المهنية في الجامعات باعتباره كأحد المناهج. لكن حبيت نقول يعني اللي ما ذكرتيه حول الصحفيين العاملين بشكل مستقل، وهم الأكثر هشاشة والأكثر تعرض للخطر لسببين مختلفين. السبب الأول أنهم يعملوا بشكل مستقل بدون دعم أي مؤسسة ليهم. السبب الآخر أنهم محتاجين ومضطرين أنهم يقوموا بخطوات أكثر جرأة من غيرهم من أجل أنهم هم يمشوا عملهم. بالنسبة لنا في هناك أداة مهمة، إحنا الآن بدأنا في المغرب نحضر لاتفاقية جماعية للصحفيين المستقلين، تقديم الحماية للي بيعملوا بشكل مستقل في إطار اتفاقية تحميل هذه الظروف، ظروف الحقوق، السلامة، ظروف المعيشية، الحد الأدنى وكل الأشياء من أجل تقليل الهشاشة اللي بيعان منها هذا القطاع. من بعد إذنك أستاذ، أنا المقترح لو سمحتي أرجوك ما ضلش وقت. شكرا جزيلا لك. بعد هذه الجلسة تستطيع أن تحدث مع منير. معالي، تحدث زميلنا من فلسطين أنه الصحافة تخاف تجاوز النقاط الحمراء، كيف تعملون مع هذا الموضوع في اليونسكو؟ This is a very very common phenomena. When journalists do not know enough. هذه ظاهرة شائعة جدا عندما لا يعرف الصحفيون
القوانين في بلادهم. فهذا الأثر يجدون أن يريدون أن يتفادوا المصاعب في نهاية المطاف، ولكن هناك مكونات مختلفة. أولا أن نتأكد أنهم يعرفون أين هي القوانين، وبالتالي علينا أن نتبع القوانين ليفهموا المعايير. المكون الثاني هو بالنسبة لأريج والعيادات، العيادات أيضا تقدم الدعم القانوني والنصيحة القانونية، وبالتالي ليتأكد الصحفيون أنهم يسيرون بشكل قانوني ولا يذهبون لخبراء هناك إن كانت لك أي قضايا يواجهونها، يتحضروا لمواجهتها ويتعرفوا إذا كان بإمكانهم أن يحققوا في هذا الأمر. وبالتالي هناك الكثير من الصحفيين يقومون بهذا رفع الوعي حول القوانين، مهم جدا. أحيانا أنت تتورط أنك لست واعٍ، وبالتالي يجب أن تتأكد أن القوانين هي حسب المعايير الدولية، وبالتالي لدينا خبراء يقدمون الدعم. للأسف هناك الكثير من هذه التشريعات والقوانين لا يتم تثقيف الشعب حولها، وبالتالي العديد من المجتمع المدني تحاول أن تنشر وتثقف الجمهور حولها. وأن ذكرنا قضية الشرطة، نفس الأمر، غياب الوعي لدى ضباط الشرطة لا يعرفون هذه المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادهم، وبالتالي هم لا يعرفون، هم كصحفيون، هو صحفي، هو مواطن بحد ذاته وليس ضابط الشرطة، وبالتالي هم يعملون على موضوع المناصرة ومع الشرطة، وأن ضابط الشرطة يجب أن يحميهم ويدعمون الصحافة والإعلام. وبالتالي مرة أخرى المناصرة هي مهمة جدا، ونحن دائما نفكر بأعمال تشبه التدريب وغير ذلك، وكان مهم جدا. وأخيرا نحن تحدثنا عن الشباب سواء كانوا في المدارس أو غيرها، هي أمر مهم جدا، والجمهور وليس الشباب يجب أن يعرفوا قوانين الإعلام وأن يميزوا ما بين خطاب الكراهية والاحتفاظ بالمعلومات وعدم التشارك بها وغير ذلك. شكرا معالي إيفلين. بأقل من دقيقة واحدة، هل تسقط جرائم ضد الصحفيين بالتقادم أم من الممكن أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي دنهاغ؟ هل تسقط الجرائم ضد الصحفيين بالتقادم؟ No, it is not. I know we're running out of time. لا أعلم، هي لا تسقط بالتقادم، ما أعلم أن الوقت ينتهي، ولكن ذهبنا في قضية للجنائية الدولية في أي وقت إذا أثبت أن الجريمة هي منتشرة وأنها منهجية وليست فقط أنا، وأن هناك عدد من الصحفيين قتلوا. هذه عملية طويلة جدا، وهنالك سياسة تدخل في هذا الموضوع، في موضوع الجنائية تتدخل فيها. في نهاية المطاف قد أكرر نفسي، ولكن 5 قضايا فقط تم حلها، 5% من القضايا فقط حصلت على العدالة، وتم إلقاء القبض على المجرمين، وأن يكون الحادثة حصلت على المستوى الوطني. نصيحتي أن نركز على البحث عن طريقة لتوليد مطالبة بالعدالة. هذا هو السبب القوي لنكون متفائلين، ومن المهم جدا أن نجمع الأدلة، ونحن بنعمل مع خبراء لنضمن أن لدينا القضية تجري متابعته، وعندما يحين الوقت تكون قادرا على محاكمتها. لما شاهدنا مرات عديدة في عدة مرات أن قضايا صحفيين تم التعامل معها وتمت مساءلة أشخاص، وبالتالي هذا. إيفلين ويكسترا، مديرة السياسة والمناصرة في FBU بدنكت فور يور تايد، أن هارت لك ويلكم هير إن عمان نوخ سكير. معالي حزاز، منسقة برامج المنحين المتعددين في اليونسكو، أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لوقتك. منير زارور، مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين، شكرا جزيلا لكم، والشكر طبعا موصول للزملاء. كم زميل وزميلي أخذوا مساق الأمن والسلامة مرة واحدة في حياتهم لو تكرمتوا؟ كم واحد من موجودين في القاعة أخذوا مساق الأمن والسلامة، تدريب على الأمن والسلامة المهنية الصحفية؟ 5 مرات. العدد مشجع، وأعتقد في الخارج أيضا أكثر. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. بدعوكم ناخذ صورة هنا جميعا لو تكرمتم متحدثين.